رجعنا بعد الفاصل وهنعمل مع بعض اللينزة. اللينزة من الحاجات السهلة جدا والبسيطة واحنا كلنا بنحبها قوي. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. محتاجة عندي كوباية من الزبدة وكوباية من السكر البودرة وعندي كوبايتين من الدقيق وكوباية من جوز الهند وعندي كمان فانيليا وبيضتين وبياض بيض وكريز والحشو كوبايتين من اللبن وثلاث معالق من النشا وشربات طبعا هنسقي بيها. احنا هنعمل لينزا بس مش هنعمل كريمة التوفي، هنعمل لينزا. كوباية من الزبدة وكوباية من السكر بودرة وكوبايتين من الدقيق وكوباية من جوز الهند وفانيليا وبيضتين وبياض بيضة وكريز والحشو كوبايتين من اللبن وثلاث معالق من النشا وشربات. تمام، تعالوا مقاديرها سهلة جدا وبسيطة جدا ومن الحاجات اللي صعبة قوي تبوظ منكم، يعني سهلة 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 بطريقة رهيبة. اول حاجه كده عندي كوبايتين اللبن دول مع النشا هدوبهم في حله واحطهم على النار. ده كده الحشو بتاعي، دي اول حاجه هعملها. هجيب كده اللبن، طبعا نشا يعني بدوب على البارد اللبن، مش هحط سكر لان انا هسقي بشربات فهستكفي بالسكر اللي في الشربات، تسكير بتاع الشربات، وهبدا ان انا اقلب على البارد وارفع على النار كده الشكل ده، اللبن والنشا وبقلب على البارد وبعدين ارفع على النار اهو الشكل ده، ومع تقليب بقى مستمر لحد ما القوام يتقل. تمام كده. طيب تعالوا بقى، خلاص مش محتاجه دول نرجعهم ورا، تعالوا بقى نبدا ان احنا نضرب الزبده، كوبايه الزبده مع كوبايه السكر البودره. عندي كوبايه زبده، هبدا ان انا اجيب سباتولا كده، محتاجين سباتولا اهو، هبدا ان انا اجيب الزبده. الزبده عايزاها لينه يعني حتى لو ماسكه عن القوام ده شويه اهو. هضربه مع السكر البودرة. تمام، هضربه مع بعض كويس جدا. عايزة بقية الاسباتولا، بقية الاسباتولا. بصوا بتبقى عامله زي الكريمه ازاي، البيض مع سوري السكر البودره مع الزبده، كوبايه وكوبايه. ببدا احط عليهم البيضتين وبياض البيضه والفانيليا وهضرب تاني. بصوا انا كده خلطت خلاص الزبده مع السكر الاول وبعد كده حطيت عليها البيض والفانيليا، خلاص ضربتهم كويس جدا ورجعت للحشو عشان اقلب النشا باللبن عشان مش عايزاه يكلكع. تمام، في المرحله دي لحد ما يتقل ولحد ما نبدا نكمل ده ممكن اجيب صينيه كده ايه ادخل محمر الفراخ عشان احمره تحميره كده في الفرن واديله لون. عايزه ماسك. تمام، هبدا ان انا اجيب الفراخ اهي بالشكل ده، هحطها في طاجن كده بالشكل ده، واحط بقى كل البصل وكل البهاريز اللي موجوده عندي احطها
ما سيبهاش خالص. اجيب كده كل الكلام ده واقوم كل ده اخداه عندي في الفرن كده بالبصل بالكلام ده كله اهو. الشكل ده نبدا بقى نحط ايه الصينيه دي في الفرن تتشوح وتتشرب وتاخد تحميره والبصل يبقى يعني داخل كده في كل الصوص اللي عندي. افتح بس الفرن امسكه بحاجه عشان سخنه قوي. خليني اخد حاجه، انا هرفع بس الحشو من على النار عشان نبقى مركزين معايا واحنا بنقلبه. تمام، هرجع للحشو هفضل اقلب كده تقليب مستمر لحد ما القوام عندي يربط ويتقل. تمام اهو، بصوا ابتدى يربط عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه ما سيبوهوش على نار عاليه واسيبه وامشي عشان ما يشطش من تحت. بصوا ابتدى يربط ازاي، هو ده اللي انا عايزاه اهو. تمام قوي كده، هسيبه كده على جنب. وتعالوا نرجع بقى ايه لللينزة بتاعتنا. حطينا كوباية من السكر بودرة، حطينا كوباية من الزبدة وضربناهم مع بعض، وبعدين حطينا البيض والفانيليا. هضرب تاني. عندي هنا كوبايتين الدقيق، هحط معاهم كوباية من جوز الهند واديها تقليبة كده، ادخل جوز الهند مع الدقيق كويس، واحط عليهم رشه من الملح اهو، وابدا ان انا اقلب كل الكلام ده واقوم خلطاه على المكونات السايله. هشيل بقى ده وابدا اقلب بالكف او على ايدي اللي انتوا عايزينه، مفيش اسهل من كده. مجرد ما احط الدقيق انا مش عايزه اعجن كتير، انا عايزه الم بس الخليط على بعض مش اكتر من كده. خلاص لمينا كل الخليط، مش محتاجة اكتر من كده. خلاص بنزل كل الخليط اللي عندي اهو، قوام كده انا بالنسبة لي تمام عشان اعرف اتحكم فيه في كيس الحلواني لما اجي احط الطبقة اللي من فوق. تمام عندي هنا، اتأكد بس ايه، بصوا الم كده الخليط بسباسولا او بايدي، اتاكد ان كل الخليط مختلط مع بعض، ما عنديش زبده تحت، ما عنديش دقيق في الاطراف، ما عنديش حاجه مش مخلوطه ببعض اهو. عندي كده هاخد نص العجينه وهقوم حطاها بالشكل ده، وهقوم فرداها، احط ايدي في ايدي شويه ميه شويه زيت شويه سمنه اللي انتوا عايزينه اهو. هبدا افرد كده بالشكل ده، هتتفرد معايا بمنتهى السهوله اهو، مش محتاجه اي حاجه. هبدا كده بالشكل ده افرد، اشتغل في اي صينيه صورها واطي بالشكل ده، وهبدا ان انا احط الحشو بتاعي. حابين ندي تقليبه بس كده اهو، هدي تقليبه وهبدا ان انا ايه احط الحشو بتاعي فوق الوش. هجيب سباتولا اهو. تمام قوي كده اهو، حشو كده بالشكل ده، وهبدا ان انا افرد الحشو كده بالشكل ده، وابدا اخد الطبقه اللي من فوق. بقيت العجينه هجيب كيس حلواني كده، هجيب بس ايه، عايزين اي كوبايه بس طويله او حاجه عشان نحط فيها. ماشي، هجيب بقيه العجينه اهي، وابدا ان انا احط كده في كيس الحلواني بقيه العجينه اللي عندي. تمام شكرا
هاخد بقى كل العجينة احطها كلها، مسيبش اي حاجة خالص فيها اهو. كل العجينة عندي اهي اللي فاضلة، اخدها واحطها بالشكل ده، نشيل ده كده. طريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي يعني عقد، ولا هتبوظ منكم ولا اي حاجة، سهلة جدا جدا جدا. هبدأ بقى ايه اشكل، بصوا هعمل خطوط كده بالطول اهو بالشكل ده، اهو مش شرط كمان تبقى البلبلة متشكلة كده، ممكن تعمله بلبلة سادة عادي مدورة اهو. بالشكل ده اهو. حابين تعملوا بالورب كمان تمام، اللي انتوا عايزينه اهو. ممكن اعمل بالشكل ده اهو كده، اشكل اللينزة بتاعتي. حاضر، لسه همشي داير ما يدور كده كده اهو كده. واقوم بقى بصوا حوالين الحشو امشي داير ما يدور، ما هي هفضل كده ايه اهو. بصوا اكمل بقى كل داير ما يدور كده اهي اهو كده، هقلبها خالص خلاص اهو كده. بصوا داير ما يدور بقى كل الحشو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام. في حتة ناقصة هنا عشان آسر ما يمضيش اهي، تمام كده. بص كده من عندك تمام تمام. فين؟ مفيش حتة فوق آسر، احنا قفلنا كل البتاع. ماشي، نبدأ بقى نحط الكريز. ماشي، نجيبها وقعت مننا اهي. نبدأ بقى نزين بالكريز اخضر احمر اللي انتوا عايزينه اهو. كريز حلويات بالشكل ده اهو. فعندي بقى ايه صينيه لينزا محترمه جدا، تدخل فرن درجه حراره 200، مجرد ما تاخد لون حلو كده نبدا ان احنا نخرجها ونحط عليها الشربات البارد وهي سخنه. شربات عادي خالص، احنا طبعا عملناه مع بعض كتير جدا. اي شربات موجود عندكم يفضل بس يبقى تقيل شويه. هتحطوا كوبايتين من السكر على كوبايه من الميه وتحطوه على النار تقلبوه، بعدين تبداوا ان انتوا تحطوا عليه عصره ملح ليمون او ليمونه او سوري معلش رشه ملح ليمون او ليمونه معصوره، وبعد كده بتسيبوه على النار لحد ما يربط معاكم وبيبقى عندكم سيرب موجود. وانا دايما بقول ان احنا بيبقى لازم عندنا في الثلاجه كده او بره عندي شربات لاي حاجه احتاجها بيبقى عندي برطمان. هبدا احط اللينزه كده في الفرن وهوريكم بقى اللينزه اللي طلعت اهي. احنا طبعا سقيناها وهي سخنه جدا، سقيناها شربات، فانتوا برضو وهي اول ما تطلع تبداوا ان انتوا تحطوا عليها شربات وهي سخنه جدا. انا هنا عملتها خطوط بالطول بس، تقدروا بقى تعملوها زي ما احنا عملناها في دلوقتي براحتكم خالص. بتاخد حوالي فيش ربع ساعه تلت ساعه تاخد لون كده، وبخرجها وهي سخنه بقوم حاطه عليها الشربات. تعالوا كده النهارده نعيد عملنا ايه، نطلع كده الفراخ وتعالوا نعيد كده عملنا ايه مع بعض. اول حاجه عملنا محمر الفراخ اهو، خلاص لا كمان
عملنا مع بعض محمر الفراخ. محمر الفراخ عملناه بطريقة سهلة. عملناه ازاي؟ حطينا شوية من الزبدة او زيت الزيتون او اي مادة دهنية انتوا عايزينها، وبعد كده حطينا عليها الفراخ، حمرنا الفراخ كويس جدا، وبعد كده حطينا عليه ملح وفلفل وشوية من الجنزبيل، وبعد كده ابتدينا نحط البصل، حمرناه معاها كده او قلبناه معاها، وبعد كده حطينا مع بعض دبس الرمان والهريسة وكل الكلام ده، قلبناه كده مع بعض وخليناه يعني يغلي على النار لحد ما الفراخ عندي تستوي، وبعد كده دخلتها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتبقى صينيه حلوه جدا جدا جدا، سواء هتاكلوها بالعيش مع شويه صوص البصل اللي بيبقى موجود من تحت، سواء هتعملوها مع شويه رز، بتبقى حلوه جدا. وطبعا حطينا عليها السميه. عملنا كمان اللينزة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. جبنا كوباية من الزبدة لينة، حطينا عليها كوباية من السكر بودرة، ضربناهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده حطينا عليهم بيضتين وبياض بيضة. عايزين تستغنوا عن بياض البيضة ممكن تعملوه، بس يعني بيدي قوام حلو قوي في يعني، وهي بعد ما بتستوي كده بتبقى قوامها حلو جدا. بعد كده بتبدأ ان انت بنضرب الكلام ده مع بعض، وبنحضر على جنب كوبايتين من الدقيق، جميع الاغراض عادي، عليهم كوباية من جوز الهند ورشة ملح، بقلب كله على بعض، وبعدين بخلط المكونات الجافة على السايلة. اول ما يختلطوا بقسم العجينة نصين، باخد نص العجينة بحطها في الصينية او في الصاج اللي عندي يكون سور واطي، والنص التاني في كيس حلواني، وببدأ ان انا اعمل حشو. الحشو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من الدقيق وثلاث معالق من النشا، بقلبهم على البارد وبعدين برفعهم على النار لحد ما يربطوا مع بعض. بعد ما يربطوا مع بعض بحطوا على نص العجينة اللي احنا حطيناها من تحت، بحط عليها الحشو وبسيب الاطراف، ما بحطش الحشو على الاطراف عشان ما تتحرقش معايا. وبعد كده ببدا ان انا اجيب نص العجينه الثانيه بكيس حلواني او اي كيس موجود عندي، وابدا اعمل خطوط بالورب بالطول، مربعات اللي انتوا عايزينه مش فارق خالص، وابدا داير ما يدور على المكان اللي حوالين الحشو الاطراف بتاعتي، وبعد كده بزينه بالكريز، واول ما بيخرج بياخد لون، واول ما بيخرج بقوم حط عليه الشربات البارد. لو هو سخن الشربات بيبقى بارد، لو هو بارد الشربات بيبقى سخن. تمام، ده بالنسبه للينزا. عملنا المكرونه كمان بالبتنجان. عملناها ازاي؟ جبنا البتنجان قطعناه مكعبات، وقلنا ان احنا ممكن نعمله في الفرن مثلا، تحطوا له ملح وفلفل وشويه زيت كده في الفرن وتشوه، وممكن كمان تعملوه في الاير فراير، وممكن كمان تقلوه في الزيت. الثلاث اختيارات دي موجوده عندكم، او تشوحوه زي ما احنا عملنا. طب عملت ايه بعد كده؟ جبت حله حطيت فيها شويه زيت زيتون او زيت عادي او اي ماده دهنيه انتوا بتحبوها، حطيت فيها شويه ثوم مفروم، شوحت الثوم، وبعد كده نزلت عليه بالبتنجان، قعدت اشوح البتنجان، حطيت عليه ملح وفلفل، وتقدروا على فكره تحطوا عليه اي بهار انتوا بتحبوه، البابريكا يبقى تمام، الكاري بيبقى طعمه حلو جدا معاه، اللي انتوا عايزينه تقدروا تزودوا اي بهار انتوا حابينه. قلبت كل الكلام ده مع بعض مع الملح والفلفل والثوم المفروم والبتنجان، شوحته كويس جدا، وبعدين نزلت عليه بشويه بقدونس او كزبره خضراء اللي موجود عندكم، الاثنين بيبقوا حلوين جدا، وقلبتهم مع بعض. عندي عصير طماطم، حطيت عليه عصير طماطم، وبرده تقدروا تزودوا صلصه طماطم لو حابين الصلصه تبقى سميكه اكتر، او يعني ما تبقاش خفيفه زي عصير الطماطم، براحتكم خالص. سيبناها تغلي وتتسبك مع بعض، وبعدين حطينا المكرونه المسلوقه، قلبنا كله كده مع بعض، وبعدين حطينا في البايركس وغطينا بشويه جبنه مبشوره كده فوق الوش، ودخلناها الفرن. وصفة خفيفة ولطيفة وسهلة، تقدروا كمان تزودوا عليها لحمة مفرومة لو حابين، تقدروا تستكفوا بالبتنجان وتخلوها كده وجبة خفيفة من غير يعني لحوم أو فراخ أو الكلام ده كله، فبرضو بتبقى حلوة جدا. دي كده كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. إن شاء الله أشوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة بالطبق طبق.